اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا على شاشه التلفزيون المصري من ماسبيرو. يوم جديد من الشهر الكريم، كل عام وحضراتكم بخير. احنا في العشر الاواخر من الشهر الكريم، عندنا التزامات اخرى غير المطبخ، ده الطبيعي. بنجهز مطبخنا، بيتنا، اسرتنا عشان نستقبل عيد الفطر المبارك. كل سنه وحضراتكم بخير. كالعاده في شهر رمضان هيكون لنا لقاء مع كحك العيد، عادة مصرية يا رب ما تتقطع معانا اليوم الديني إن شاء الله. في كل بيت مصري، في الريف المصري، في الصعيد المصري اللي بوجه له تحية كبيرة من ماسبيرو، بنعمل كحك العيد وبنلم بعضينا والأسر تتناوب عمايل كحك العيد. اللي بيعمل كحك العيد الأسرة التانية تعمل الفطار، وده موجود لغاية دلوقتي في الأسر المصرية في الريف المصري والصعيد المصري عايشينه دلوقتي. فأنا هديك فرصة ما توقفيش في المطبخ كتير، هخليك تعملي محشي النهاردة، بس مش محشي، هنعمل ورق عنب سلطه النهارده بزيت الزيتون وعصير الليمون، حاجه لطيفه وجميله ونفس القيمه الغذائيه اللي موجوده في المحشي. هنحط رز ولا برغل، دي بتاعتنا، هنشوف مع بعض ان شاء الله. معانا نوع فطاير من النهارده، فطاير الجبنه القريش. هنعمل عجينه الفطاير لطيفه وسهله، ونحسم قضيه فطاير بتتقلي تاخد خميره ولا ما تاخدش، فطاير بتتخبز في الفرن تاخد خميره ولا ما تاخدش، الكلام ده هنشوفه ان شاء الله في تفاصيل الحلقه. معانا مستر داوود باشا النهارده، ليه سموه داوود باشا؟ اكيد في سبب. هنعمله النهارده مع لحم ضاني، هياخد في ليفر وطعم حاجه زي الكفته كده، ونقدم معاه العدل بتاعه رز بالشعريه. اما موقفنا النهارده مع الحلو المصري اللي واخد الاصاله المصريه، كنافه. كنافه طبعا لها اثر كبير مع المصريين بالذات، انا النهارده هبدع فيها واعملها بقمر الدين. يعني ايه كنافه بقمر الدين؟ عشان المانجا وفي تنافس بينهم، فخلونا نشوف كنافه بقمر الدين مع الكريم شانتيه، حاجه لطيفه وجميله. فستق حلبي شربات هتتقدم وتبقى زي الفل. حلقاتي فيها تفاصيل كتير، فيها السلطه الخضراء، فيها سلطه الزبادي بالخيار، فيها كمان لطافه، وفيها كمان معلومه غير معلومه. عايزين حضراتكم نركز في الايام الاخيره من الشهر الكريم، طبعا بنأدي دورنا في المطبخ، في البيت، في الاسره، صله الرحم ده مجبور، جبران الخاطر ده مطلوب مننا، ومن المطبخ ما ياخدش وقتنا كله. تابع الحلقه بعد الفاصل ان شاء الله، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. شكرا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. خط سير الحلقه هيمشي ازاي؟ معانا داوود باشا، معانا كنافه بقمر الدين، معانا فطاير هنشوف العجينه مع بعض ازاي، ومعانا كمان سلطه الزبادي بالخيار، وورق العنب اللي هنعمله النهارده مفاجاه، وده بناء على رغبه الساده المشاهدين اللي بيتواصلوا معانا يوميا، عايزين ناكل ورق عنب غير المحشي. طيب هنبدا الاول نشوف مقادير داوود باشا نشتغله علشان نحطه في الفرن يستوي ويتشوي، نكون جهزنا الصلصه بتاعته. داود باشا كيلو من اللحم الضاني او الكندوز مفروم ناعم، معانا كمان بصل ناعم، معانا توم، معانا دبس الرمان، معلقتين من الدقيق، ملح وفلفل، بهارات لطيفه وبسيطه، ومعانا صوص طماطم مضروب في الخلاط، وتوم وبصل لصوص الطماطم يتسبك زي الفل، وصنوبر علشان كده سموه داود باشا. بس اللي معايا ده مش صنوبر، احنا في رمضان اللي يكدب يخش النار، ده لوز. يا مزاجك اللوز يا شيف، لوز قشرناه وقطعناه زي الصنوبر، لأن الصنوبر أعتقد دلوقتي مش متواجد، أو دورنا عليه ما لقيناهوش. فده معايا لوز متقشر عملته زي الصنوبر، وفيكي تعمليه تقدميه مع أكلات اللبن، تقدميه مع كوبيبة محشية زي ما أنت عايزة. ده صنوبر لوز زي الصنوبر بالظبط، عشان كده سموه داوود باشا، بياخد صنوبر في الخلطة بتاعته. نبدأ نعمل خلطة داوود باشا، اللهم صل على النبي. اللحم معانا، بتشيل كده الجرنش ده معلش زي الفل. حتة لحمة زي الفل اهيت. طبعا انا حاطط عليها بصله علشان تتبل شويه، عشان كده لونها متغير. حلو الكلام. نبدا ننزل بدبس الرمان، معلقه دبس الرمان جوه الخلطه بتاعت اللحم، وكمان واحده عشان يبقى فيه حامض كده، واللي ما يدوق العنب حامض عنه يقول الله. معانا التوم طازه فريش جوه الخلطه، معلقتين من الدقيق جوه الخلطه علشان ما تمسكش وهي بتعوم في صوص الطماطم. اللهم صل على النبي. بصلايه ناعمه صغيره كمان. بهاراتنا يا عم الشيف اهوت، على عينك يا تاجر. حلو قوي. معانا شويه بابريكا، معانا شويه سماق، فلفل اسود، بهريها زي ما انت عايزه،
شويه كمون وشويه كركم للامانه، لان لما بتيجي سيره اللحم بستخدم الكركم، مش علشان هو لونه اصفر حلو بيفتح النفس، لا، عشان القيمه الغذائيه بتاعته. ده على فكره بيعلي المزاج للكبد، الكبد بيفرح بيه. ليه؟ لانه ده بينشط الانسجه بتاعه الكبد وبيخلص الكبد من الدهون اللي موجوده عليه وبيغذي الكبد. هو ده الكركم، مستر كركم. العجينه زي ما هي كده يا عم الشيف زي الفل. بالامانه بقى احط لها ايه، معلقه سمنه كده جواها، اجود بقى شويه كده واعجن ده كله مع بعض. حلو الكلام. معانا صينيه نحطها قدامنا كده ونعجن العجينه دي كده. حته لحمه مفرومه او عندك لحمه كان هبره كده فرميها، وبعد كده تحط عليها البصل والثوم والبهارات اللي انا حطيتها ديت. والبهارات دي اختياري يعني، زي ما انت حابه، بس كل ما تجودي وتزودي وتهتمي بالحاجه كل ما تبقى حلوه. ودايما بقول المطبخ رؤيه، فن، ابداع، واهم حاجه تخشي المطبخ وانت مزاجك حلو ورايقه، الاكل هيطلع زي الشرباطه. حته اللحمه هي زي الفل، زي الملبن في ايديا. بمناسبه الملبن بقى، شيف المغازي اتعودنا منه دايما في الشهر الكريم نشوفه بيعمل الكحك بطرق مختلفه. اي نعم احنا شطار في عمل الكحك، وقلت قبل كده انا بترعب لما بعمل حاجه امهاتنا تركوا البصمه، اجدادنا تركوا البصمه، يعني خلص الكلام من بعدهم. اذا كان كحك العيد، غريبه العيد، بسكويت العيد، ايام المفرمه، الالومنيوم الكبيره اللي كانت تتربط في الكنبه ولا تتربط في الطبليه والواحد يقعد يلعب عليها عضلات طول الليل. حلو الكلام. اذا كان بيعمل بسكويت او خلافه، فطبعا خلاص اتحسب الموقف هنا. فاحنا بنجتهد ونعمل كحك العيد مع بعض ان شاء الله، ونشوف هنعمله مع بعض ازاي بطرق مختلفه بحشوات مختلفه. نعمل المعمول، المعمول طبعا بتاع اخواننا السوريين واللبنانيين، اللي هو عجينه السميت الحلوه. طبعا بتاخد سمنه، حلو الكلام، ونحشيها بقى فستق حلبي، نحشيها عجوه زي ما احنا حابين، بنحط شويه زيت هنا محترمين كده. حلو، لسه وطي النار هنا. حلو قوي، اللهم صل على النبي. نعمل لنا شويه داوود باشا حلوين بالشكل ده كده. عندك بنوته حلوه في المطبخ، خليها تسلي صيامها، اعملي لها العجينه دي كده وتعالي تخش المطبخ. البنوته تساعدك وتعمل الحاجات دي، حلو قوي اهو. طبعا معلقه الدقيق اللي انا حطيتها مع خليط الكفته هتلعب دور مهم جدا، اللي هو الترابط، يعني تخلي لك العجينه دي او اللحمه دي ما تفكش في قلب الزيت ولا كمان في قلب صوص الطماطم. طبعا التسويه هنا مش على عين البوتاجاز، ممكن اسويها على عين البوتاجاز، بس انا بعد ما اخليها في الصينيه كده هدخلها الفرن تتشوح وتتشمع كلها، اكون عملت صوص الطماطم مع حضراتكم واحده واحده. حلو الكلام. وانا شغال كده، اللي عايز يعمل كحك العيد ياخد مني دلوقتي مقادير كحك العيد واحنا شغالين كده، علشان يجهز نفسه بطريقه سهله وبسيطه. والكحك ما فيهوش غلبه كتير، خلوا بالكم كل في حاجات كده. لما نرجع للزمن الجميل زمن امهاتنا، بمناسبه طبعا اكله امي، انت هتريحي راسك وتريحي دماغك من حاجات كتير قوي. كحك العيد كيلو دقيق مثلا بياخد سمنه قد ايه يا عم الشيف؟ نص كيلو من السمنه. السمنه سايحه ولا مش سايحه؟ السمنه بتتقدح على النار زي الفل، وبتجيب شويه سمسم وحبه البركه بيكونوا موجودين عندك، وكمان بتجيبي كمان ريحه الكحك، احنا عارفينها كلنا بتتباع عند اخواننا العطارين دلوقتي، وبتقلبي الدقيق مع ريحه الكحك مع شويه السمسم المحترمين وتسقطي عليهم بالسمنه المقدوحه. سمنه بقى بارده او سخنه مش هو ده الموضوع، المهم ان عيار السمنه ونوعيه السمنه تكون كويسه. سر الكحك في السمنه بتاعته بس وخلاص وخلصت. وتعجني العجينه زي الفل، وبعد كده تبداي تشكليها بالمشبك او البصامه وتطلع معاك زي الفل. وانا اعتقد دلوقتي في الريف المصري والصعيد المصري في مشبك نحاس كده، ده بيتورث من اجيال لاجيال. يقول لك ان ده مشبك جدتي اللي كانت بتعمل بيه الكحكه لجدي، ويتحافظ بيه كده ويتجاب ويتشال من ضمن الحاجات ومن ضمن الاثريات اللي تبقى في البيت، وده موجود لغايه دلوقتي. هو ده الكلام بقى. المخرج الجميل عم فاروق اللي عايز ينافسني ان شاء الله يقول لك الكفته دي الناس بتعملها وبتفك منهم، لان طبعا انا حطيت معلقه دقيق، وجود معلقه الدقيق مع الكفته مش هتخليها تفك ان شاء الله يا فاروق.
شفت ده كده خلاص اهو زي الفل تمام. دخلنا داوود باشا، مستر داوود باشا دخل النار، دخل النار يتحمص يتشوي بالشكل ده كده اهو زي الفل. نجيب الشبكه اهو بيستوي، النار يولع من فوق ومن تحت، بنسيبه لمده 10 دقائق وبعدين نشوفه. بعد كده نكون جهزنا مع بعض صوص الطماطم اللطيف الجميل اللي احنا هنعمله مع بعض دلوقتي ونهتم بيه كويس. حل على النار، حلو قوي، نظبط كده على النار يلا حلو. وانا بعمل صوص الطماطم نخدم عليه كويس، يعني البصلية تاخد لونها زي الفل، بعد ما تاخد اللون التمام نبدا نحط لها البهارات بتاعتنا الخفيفه اللي هي تدي طعم. ده مهم جدا لان صوص الطماطم لو انت خدمت عليه كويس بيبقى داوود باشا صح. حلو الكلام. نعمله بالسمنه ولا بالزبده؟ عادي نعمله بمعلقه سمنه صغيره كده اهو، الله زي الفل. بصلايه مفرومه ناعم معانا، ده لازم يقعد على النار ياخد وقته، عشان كده انا هبدا بيه دلوقتي واجهزه اهو. وانا بحمر البصلايه بتاعه داوود باشا بحط عليها البهارات. ايه هي البهارات يا عم الشيف؟ معانا شويه فلفل اسود وطماطم ضربناها في الخلاط زي الفل. معانا تشكيله من البهارات كده، انا من الناس اللي بيحبوا في المطبخ يعملوا برطمان كده واكتب اسم عليه برطمان الشيف. ايه بقى؟ شويه حبهان مضروبين، قرنفل مضروبين مع بعض، خلي بالك ده مهم جدا، كوبيبه صيني اللي هو البهار الحلو بيسموه اخواننا السوريين واللبنانيين. الكوبيبه الصيني لها اسمين عند العطار في وسط البلد عندنا، اسمها كوبيبه صيني، شبه الفلفل الاسود بس كبيره شويه ولونها فاتح، اللي هي بهار حلو. ايه البهار الحلو ده يا عم الشيف؟ ده عنوان المطبخ العربي. من الاخر، مفيش اكله في المطبخ العربي اللبناني السوري الخليجي بتخلو من البهار الحلو اللي هي الكوبيبه الصيني. ده شعار المطبخ العربي. بصلايه تتحمر كده في التوم. مين يا غالي؟ تعالي مع بعض. ليه سموه داوود باشا؟ داوود باشا عشان كده اهو اهو. ده صنوبر، ده مش صنوبر يا شيف هتخش النار، ده لوز يا مزاجك اللوز اهو اهو، ده لوز اهو، دخل في الصلصه بتاعه داوود باشا. ادوني صلصه كده بيخش جواها صنوبر غير داوود باشا اهو اهو. حمصه كده شويه مع البصلايه والتومه، معانا صوص طماطم زي الفل. أبا 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 أبا، هو ده هو ده. استنى بقى لما داوود باشا يطلع من الفرن ونخليه يعوم. فين بقى؟ في الصلصة الحلوة دي كده. الله، شوية صلصة ما أقولكيش، بيتكلموا مصري. صنوبر قصدي اللوز، عينيا واخدة عليه إنه هو صنوبر. أعمل إيه بقى؟ أهو أهو حلو، ده جاهز خلاص، خلصنا من الأكلة دي. عدلها رز بالشعريه. ايه اللي بعده؟ اللي بعده هنعمل الفطاير بالجبنه القريش. هنستاذن فريق الاعداد بتاعنا الجميل. مقادير عجينه الفطاير على الشاشه هعملها، ومعانا الجبنه القريش وحبه البركه. بس طبعا عشان اعمل العجينه ديت واعجن العجينه للامانه هتاخد مني وقت كبير. فانا جاي بدري عجنتها، دي من غير خميره طبعا لان هقلاها في الزيت. انا هقلي الفطاير دي في الزيت. هريح نفسي النهارده من السمبوسه واعمل فطاير بالجبنه. العجينه عباره عن 3 كوبايات من الدقيق، بياخدوا معلقه بيكنج باودر صغيره، رشه ملح، معلقه سكر، حلو الكلام، بيضايه، ومعلقتين من الزيت. بنعجن الخليط كله مع بعض بميه دافيه او بحليب. السائل الكتير هنا اختيار ليكي، عايزه العجينه دسمه متوصيه بيها بتحط لها حليب، عايزاها شويه هلسي بتحطها ميه. العجينه اهي زي الفل، احط صباعي فيها كده اهي. ايه ده ايه ده؟ العجينه جاهزه، بتقول قطعني يا معلم اهو اهي. حلو قوي، هنبدا ان احنا نشتغل في العجينه دي مع بعض ونعمل الحشوه اللي هي الجبنه القريش بتاعتنا اللطيفه، ونوسع الدنيا كده اهو. حلو قوي، اللهم صل على النبي. انا جاي على بالي اوبا هعجن هنا، قصدي اغبس هنا، واخلي العجينه دي هنا كده، ونشيل دول من هنا كده. حلو قوي، وادي الجبنه بتاعتنا اللطيفه الحلوه. هتفرد على دي يا شيف؟ اه. العجينه معانا زي الفل اهي، ومعايا النشابه بتاعتي الحلوه. وتعالوا مع بعض نشوف ازاي نعمل الحشوه بتاعتها اللي هي عباره عن جبنه قريش مع حبه البركه. بس خلونا نقطع العجينه دي نصين كده ونبص على مسام العجينه مع الاخراج الجميل والابداع وفرسان التلفزيون المصري.
مسامي العجينة لما نقطع العجينة بالسكينة ونخش في تفاصيل العجينة مع فرسان التلفزيون المصري بنلاقي مكان قطعية السكينة مسام متفتحة أهي، معناته إن العجينة جاهزة متحضرة تتفرد، نعملها فطاير نعملها مناقيش زي ما احنا حابين. الله، الصورة الحلوة تتحدث عن نفسها. هناخد جزء ونخلي جزء. مين يا غالي؟ معانا اتصال. عم احمد من القلوبية. يا عم احمد ازاي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام ورحمة الله وبركاته. امرني يا عم احمد. شكرا جزيلا. امرني يا غالي. احمد عروج ارض الجنينة غرب شبرا الخيمة. اهلا وسهلا. بس اعرف حضرتك شيف مغازي، انت منور الشاشة كده. روح الله يستر عليك. بس اعرف كيفية عمل الكيكة الاسفنجية، ومن خلال حضرتك اشكر فريق العمل التيم ورك مع حضرتك. اشكرك. له مني جزيل الشكر. اشكرك يا استاذ احمد، الف شكر. واشكر اللغة العربية اللي يعني ان احنا بنقدر ان احنا نستمتع مع حضرتك بيها. عايز يعمل الكيكه الاسفنجيه استاذ احمد بالظبط كده، خمس بيضات يا ابو حميد، هتاخد الصفار بتاعهم تحتفظ بيه، وتاخد الخمس بياض بتاع الخمس بيضات تضربه جامد في الخلاط بمضرب لغايه لما يديك ماده هشه كده، ماده زلاليه هشه زي الفل، بتحتفظ بيها وبنضربها، وبعد كده ما تقلبهاش عشان يبقى الهواء جواها، وتاخد صفار البيض تحط عليه كوبايتين من الدقيق مع رشه ملح صغيره مع كمان اربع معالق من السكر، وتقلبهم مع بعض من غير بيكنج باودر، تقلب الخليط ده وبعدين تحطهم مع زلال البيض اللي انت ضربته، وتقلبه بمعلقه خشبيه، وتحطهم في سرفيز او تقدمهم في صينيه او في كسروله ايا كانت، مستطيله او مربعه قطرها تقريبا 30 سنتي، وتدخلها الفرن بألف هنا وشفها، تطلع الكيكة الاسفنجية. تحشيها كريم شانتيه، تحشيها مانجا حسب رغبتك. أنا بفرد العجينة كده. حلو الكلام أهو. حابب أفردها على الطبلية ديت علشان إيه؟ إحنا في الريف المصري بنفرد العجينة على طبلية. وأنا لقيت طبلية إيه جبتها. إيه؟ شايفين الجو كده؟ لأن العجينة لازم أفردها إيه؟ رقيقة جدا، لأن دي هتتقلي في الزيت. فما ينفعش تبقى عجينة سميكة. حلوة. بعد ما فردتها الفرد دي كده بريح العجينة يا عم الشيف كده، تاخد راحتها زي الفل عشان اقطعها زي ما انا عايز بالقطاعة بتاعتي. ادي واحد كده نخليها على جنب، وادي التانية نخليها على جنب، وادي التالتة نخليها على جنب، وادي الرابعة نخليها على جنب، وادي الخامسة نخليها على جنب، وانا شغال كده. اللهم صل على النبي. هيطلع لي كام فطيره تقريبا يا عم الشيف؟ 10 فطاير تقريبا. الم العجينه دي ما تترميش، خلي بالك المعلومات اللي بقولها دي اهم حاجه، دي ما تترميش خالص، بنخليها زي ما هي كده اهي، ونسيبها لمده 10 دقائق. هتبص للنشابه تلاقيها اتفردت لوحدها. هناخد دول نشتغل فيهم مع بعض بالحشوه بتاعتي اهو، حشوه جبنه قريش زي الفل يا عم الشيف. هنحط عليها حبه البركه كده شويه زي الفل، وبالشوكه كده نهرسها. والله ممكن نحط زيت زيتون، بس انا بصراحه بحب معاها حبه البركه بالشكل ده كده، وللامانه بحب الكمون دايما مع الجبنه القريش. ادي الجبنه القريش بتاعتنا الحلوه اهي. وتعالوا نحشيها مع بعض. امسكها كده واحط الحشوه اللي انا حبيبها، ممكن تكون جبنه موزاريلا، ممكن تكون جبنه قريش، ممكن تكون لحمه مفرومه، ممكن تكون فراخ، ممكن تكون جمبري، زي ما انت حابب. ونعملها ايه بقى يا عم الشيف؟ مشدوله. مشدوله، نشوف مع بعض ازاي نعملها مشدوله اهي. بعد كده ايه؟ الهلال، نص القمر اهو 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 اهو، شايفين في ايد اهي مخرجنا الجميل، ونيجي على الاطراف كده بايديا اهو اهو، وبايديكي كده، عشان كده انا مش بشتغل من غير جلافز اهو 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 اهو. ادي واحد، نخش على اللي بعده نفس القصة، نحط الحشوة بتاعتنا ومليها كده، وخليكي كريمة مليانة الفطيرة اهي اهي. لا والله العظيم انت يا فاروق حبيبي، بيقول لي يعني مش ممكن تفتح؟ انا هلاقيها في الزيت دلوقتي، لو فتحت ما تخرجليش تاني. نروح من بعض، اللي يقول لي يا شيف انت شيف ما بتعرفش تعمل فطاير. شفت العجينة اهي اهي، بقت كده نص قمر اهو 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 تاني اللي بعده. سيبوني بقى اعمل المشدوله دي كده واحط حشوه زي ما انا عايز
بسم الله ما شاء الله فيها ربع كيلو جبنه. واقفلها كده اهو. اوعي بقى نحسب القضيه هنا ونحسب الكلام. العجينه بتاعه الفطاير اللي هنقليها في الزيت ما تاخدش خميره، ده فرمان. العجينه اللي هنقليها في الزيت فطاير ما تاخدش خميره، لانها لو خدت خميره هتقبقب معاكي وتبقى كبيره في قلب الزيت وشكلها مش حلو. حلو الكلام. الحزازيه والمشدوله بتاعتها دي مش هتبان، جمال العجينه مش هيبان. ثانيا مفيش عجينه بتاخد خميره وتتقلي في الزيت. بتاعه فطاير. المفروض تتشوي في الفرن. ونيجي كده. والعجينه لازم تكون طريه زي الملبن كده في ايدك عشان تشكلها زي ما انت عايز. تاني اللي بعده. دي بتشوفها في المحلات، محشيه لحمه مفرومه، محشيه جبنه عكاوي. شفتي؟ لازم التكرايه دي. بص يا فاروق، لازم التركايه دي، لازم بصباعي اهي، لازم بحضرها. سيبني انا بقى اشتغل الشغلانه ديت، واخد بالك؟ وبعدين هنطلع فاصل صغير، وسيبوني مع الجبنه القريش. بعملها فطاير، بعملها بحبه البركه، اعملها بالكمون، احط عليها سمسم. الكلام هنشوفه مع بعض ان شاء الله. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. اذا جد داوود باشا خطف عينيا، بس ده ما يمنحش برضه يا عم باشا تاخد رشه بقدونس حلوه كده، مش كزبره، بقدونس. حلو الكلام. عندنا صنوبر زياده، نحط صنوبر. بس خلي بالك اللوز عشان يديكي الطعم الحلو مهم جدا انك انت تنقعيه في شويه ميه سخنه علشان يبقى طري، ما يكسرش سنانا. ابتدي عليا بعد كده. والصنوبر مش محتاج لكده، خلي بالك. ان شاء الله تزود اهو، مفيش مشكله. تمام كده، خلص داوود باشا. عدلوا يا عم الشيف رز بالشعريه. الفطاير شفناها مع بعض زي الفل يا عم الشيف اياد. والله ربنا قدرني وعملت 2 4 6 8 على ما اعتقد. معانا الزيت بيسخن. حلو الكلام. هنبدا ان احنا نحمر الفطاير دي مع بعض في قلب الزيت. حلو الكلام. فطاير مشدوله، ريحنا نفسنا من السمبوسه النهارده، هنقليها في الزيت دلوقتي. تعالوا مع بعض نشوف ازاي هنعمل الكنافه بقمر الدين. حلو الكلام. الكنافه لما بنشتريها كنافه عاديه بيضة، خلوا بالكم. حلو الكلام. هنخلي دي كده استاذنا فاروق اهي بعد اذنك. حلو، عشان اتكلم عن الكنافه دي، لان الكنافه دلوقتي هي حديث الساعه وكله عايز يشوف موضوع الكنافه. الطبيعي ان الكنافه بتتجاب عايزين نحمرها، زي ما قلت الكحك حلاوته في سمنته، كمان الكنافه السر في حلاوتها وفي جمالها في سمنتها. اهتميتي بالسمنه بتاعت الكنافه، اكلت شويه كنافه زي الفل. بنحمر الكنافه دي في سمنه تاخد اللون اللطيف الحلو اللي حضراتكم شايفينه ده كده، وتخليها عندك تقعد معاك اسبوع 10 ايام مفيش اي مشكله. حطها في مكان فيه تهويه. حلو الكلام. ما تحطهاش في الثلاجه، وتبقى متغطيه جاهزه. تعملها بالمانجا بقى، تعملها بالكريمه، تعملها زي ما انت حابه، مفيش اي مشكله. اهم حاجه عمليه التحمير تتم بالشكل اللطيف اللي حضراتكم شايفينه ده كده. انا هعملها بقمر الدين. بنجيب لفه قمر الدين وبنعمل مهلبيه قمر الدين، واعتقد ان قصه مهلبيه قمر الدين دي خلاص عديناها، خلاص من زمان انتوا شطار فيها. بنحط حزمه قمر الدين على ميه سخنه، وبنحط له شويه سكر ونقلبه لغايه لما يسيح. بنحط شويه نشا ونقلبه بقى، تبقى مهلبيه قمر الدين من غير حليب.
قمر الدين يسيح، ياخد سكر، ياخد شويه ميه زهر محترمين، وبعد ده كده مهلبيه قمر الدين. بنجيب كريم شانتيه بنضربه في الكبه وفي الخلاط وبنعمل كريم شانتيه. دي المكونات بعد. انا حبيت بس اشرح عشان لو هتعمليها معايا وتجهزيها لغايه لما نشوفها مع بعض ان شاء الله، اللي هي الكنافه بقمر الدين. ولكن مطلوب مني دلوقتي اعمل سلطه الورق العنب اللطيفه الحلوه. نشوف ازاي نعمل ورق عنب زي المحشي بالظبط بطريقه بسيطه وسهله. مقاديره على الشاشه بعد اذن فريق الاعداد. مقادير ورق العنب سلطه على الشاشه. ورق عنب معانا زي الفل، ومعانا سكينه حاميه، وتعالوا نعمله مع بعض بطريقه حلوه لطيفه حلوه. وهناخد ورق العنب ده كده بعد ما بنسلقه في ميه بليمون اهو، ورق عنب اخضر من عند الراجل بتاع الخضار. بتجيبي ميه على النار وتحطي فيها شويه ليمون وشويه ملح او سلايز من الليمون وشويه ملح، وتسيب الميه تغلي، تسقطي فيها ورق العنب وتبقى معانا بالشكل ده كده اهو. ده ورق عنب هخليكي تعمليه سلطه النهارده كانك عملتيه محشي، والفه كده بعد ما اسلقه اهو، واجيب السكينه بتاعتي كده ونصلي على الحبيب قلبك يطيب اهو، ونقطعه كده اهو اهو. الله اهو تاني اهو 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 زي ما انا شغال كده اهو اهو. حلو اهو 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 حلو. خلص الورق العنب واعمله كده اهو، شايفين ده ورق العنب من شويه اهو اهو. الله اه ده ورق العنب. ايه رايك يا فاروق؟ مش ريحتك من لف ورق العنب؟ زي ما هو، ما هو ده مش نايم، ما هو ده مستوي. انا سويته في حل على النار. حلو قوي المعلومه دي يا فاروق، ربنا يبارك لك. ورق العنب بنجيبه من عند بتاع الخضار اهو زي الفل، اخضر بيتغسل بميه ساقعه، بنحط ميه تغلى على النار، بنحط فيها سلايز ليمون وشويه ملح، ونحط الورق العنب ده يستوي في الميه بالليمون بالملح لغايه لما يستوي، تبقى الورقه طريه اهي اهي. يعني لو الدنيا فطار كنت انا اكلت منه دلوقتي، بقى مستوي جاهز ورق العنب كده مستوي زي الفل اهو. باخده بحطه هنا كده اهو 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 اهو، ما شاء الله شكله يفتح النفس اهو. دي سلطه كاننا اكلنا ورق عنب محشي اهو. معانا برغل. فين البرغل؟ اهو البرغل اللي بنستعمله عادي للتبوله، ده برغل اهو اهو. برغل بتجيبيه تغسليه وتنقعيه في ميه ساقعه مش ميه سخنه عشان ما يعجنش منك، وتحط شويه عليه كده اهو. حلو قوي يا عم الشيف. وبنحط عليه شويه دبس الرمان. يا ويلي هو ده. نعم يا غالي، عايز تطلع فاصل زي ما تحب، انا جاهز اهو. نحط كده دبس الرمان، ونسيب دبس الرمان عليه كده يتعايش معاه مع البرغل شويه اهو، زي ما انا شغال كده اهو 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 اهو. برغل عليه دبس الرمان مع ورق العنب، ونسيبه يتعايش مع عصير الحامض، لان لسه ده هياخد طماطم صغيره كده تتقطع كاريهات زي بتاعه التبول اهو 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 اهو. نحط كمان عليه زيت زيتون اهو. وهنطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف ورق العنب ازاي ناكله من غير محشي اهو اهو. نطلع فاصل اهو، تروحوا بعيد تابعوني علشان معانا كنافه بقمر الدين ومعانا ورق عنب سلطه لطيفه داوود باشا. اوعى تروحوا بعيد. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل واللحظة الأخيرة لعمل ورق العنب مش محشي، سلطة. مكوناتها هستأذن فريق الإعداد معلش عشان خاطري، نبص البصة الأخيرة النظرة الأخيرة لمقادير ورق عنب علشان نعمل كحك العيد، وعشان مش فاضيين وعندنا وقت، وجوزي عايز ياكل ورق عنب. عملت له النهاردة ورق عنب، في الطماطم اللي بيحبها، في دبس الرمان، في عصير الليمون، في زيت الزيتون، في بدل الرز برغل، كل ده مع بعض. ولكن التركية ان ورق العنب يا عم الشيف يستوي اه، ويتساب على النار يستوي اه. نزلنا بالطماطم كل ده مع بعض، هنقلبهم كده بسرعه عشان لسه عندي شغل كتير، والمخرج اكله كنافه اكله فطاير ما بيعرفش حد في الوقت. السلطه اهي اهي اهي
طبعا مهم جدا تنقعي ورق العنب في زيت الزيتون ودبس الرمان بالشكل ده كده، او البرغل. الله، ممكن نضيف شويه بقدونس، معانا بقدونس هنا هنضيفه عادي حسب الرغبه. اه معانا بقدونس. اه حاضر. قطايف يا فاروق، مره تقول على عكاوي، دي عكاوي جبنه. والله بص حديث الساعه يا فاروق، انت عكاوي يعني جبنه عكاوي. الفطاير دي مش قطايف خالص، ملهاش علاقه بالقطايف. قطايف فين بس؟ ولكن مش هزعلك، سؤال وجيه جدا، قال لي ممكن القطايف تحشيها جبنه قريش؟ ممكن تحشيها جبنه قريش، تتاكل عادي. شفت السلطه الحلوه دي كده؟ اه زي الفل. اه هو الاخراج، الراجل ده مخرج مش ملزم بقى يعني، بس طبعا ان هو يعرف الشغل ده، ده بيجتهد وشغل عالي قوي، خلي بالك. اه طبعا ده عجبنا وعلى فكره زي الفل، اللي حبايبنا اللي عايزينه. طبعا ما ينفعش ان انا لازم ايه اعمل له ورده حلوه كده بسرعه، عادي دي رساله زي ما بيسموها كده اهو، اني اغرق رساله لزوجك وهو قاعد بيفطر يلاقي ورده حلوه، يعني يا حبيبي جهز جيبك لكحك العيد، يعني يا حبيبي جهز جيبك لمصروف العيد لما الاقي ورده حلوه كده على طبق السلطه. ايه مدام انا بفطر في مطعم خمسه نجوم واللي اهو زي الفل. تمام، تعالوا مع بعض نشوف الفطاير اللي الشيف عملها. اه فطاير لطيفه وجميله، عجينه اه مستويه، بص عليها كده وملي نظرك. اه اه جوه الجبنه، اكلك منين يا بطه؟ جبنه قريش ممكن والله حسب الرغبه، بس هي العجينه كده اوكي. سؤال وجيه برضو، العجينه كده مستويه وزي الفل. اه اه دي فطاير اه. صورني معاها يا فاروق، خدت صوره يا فاروق، نحطها على السفره. اه حلو، تخش بعد كده على الكنافه وقمر الدين، عشان الايه قمر الدين قال لك طب ما انا لون برتقاني لون المانجا، ليه ما تعملونيش بالكنافه؟ وفي بقى تنافس وفي كلام، وانتوا عارفين اشاعات المانجا تزعل والكنافه تزعل، لان الشهر الكريم كل واحد بيحاول يطلع ايه بقى مهارته. حلو الكلام، فتعالوا نطفي النار عشان انا مش عايز النار خالص بقى على فكره. تمام، وده مطلوب منك برضو في مطبخك، عندك الغاز الطبيعي حاجه نعمه الحمد لله، تقفلي الانبوبه قصدي تقفلي المحبس وكهرباء تقفلي عشان توفري، زي ما الشيف كده ما يقولش مثلا ده خلاص استوديو وخلاص، لا لا عادي النار مطفيه وزي الفل. تعالوا نعمل مع بعض كنافه، بس انا عايز اعمل سيرفيس حلو. الله، ده انا اعمله ده هنا. حلو الكلام، معايا كنافه شفناها مع بعض اهيت، معايا سيرفيس محترم زي ده كده وهشتغل فيه كده، احنا مخلصين. حلوه تمام، نجيب معالي، معانا كريم شانتيه ومعانا قمر الدين، قلت لحضراتكم ده بيتعمل مهلبية ازاي اهو زي الفل. تاني قمر الدين بيتجاب بيفك في مية سخنة، وبعد ما يفك في مية سخنة يا عم الشيف نحط له معلقتين من النشا ويبقى له قوام لطيف وزي الفل. ناخد الكنافة اللي احنا فرمناها دي كده اهي، ونأسس كده ايه الدور الاول كويس عشان نقدر نطلع بالتاني والتالت والرابع، ما نخالفش. يعني الدور الاول، يعني الدور الاول من الكنافه دي كده اهو، هنسقيها شربات دلوقتي كده بالشكل ده كده اهو. تمام، معانا شربات او عسل. والله حطيتي عسل، ربنا يزيدك. اه ده شربات ينزل عليها كده اه. ده سرفيز يعني ممكن يكفي العيلة، يكفي ضيوفك، بعد ما تعمليها تقطعي منها وتاخدي لحماتك منها جزء. أي نعم أنت ممكن تلاقي محل حلويات على الناصية في الشارع في المنطقة اللي أنت ساكنة فيها، ده وارد، بس لما تاخدي حاجة أنت عاملاها بإيدك هنا الموضوع له معنى تاني. دخلتي حمات المطبخ في عز الشغل وزحمة الشغل، وداخلين على عيد ومطلوب منا أجهز البيت، عملت لك حاجة حلوة يا حماتي وجيت، الموضوع هنا يفرق بقى. ده الكريم شانتيه أه، نوزعه كده بالراحة خالص بالمعلقة.
نعم، ما تقولش بقى رجيم هنا ودايت، ده طبق بيتعمل، احنا في رمضان بنودع بقى رمضان، ايه المشكله بقى؟ مش كل يوم نعملين دايت وعاملين رجيم؟ لا الموضوع لطيف اهو زي الفل. اه حلو قوي دي، عايزه شويه كمان، مكلفناش حاجه، اعتقد ان الكنافه جبناها ونسينا نعملها، نشفت عندنا، حمصناها في سمنه بلدي واحتفظنا بيها، مره بالحليب وهي سخنه، مره ناكلها مع زبادي، مره ناكلها بعمر الدين، مره بالمانجا، وهكذا. ناخد شويه كنافه اهي، بحط هنا كده كده. اه طبعا الصوره حلوه معاك يا عم فاروق، انا عارف انك بتحب الحاجات الحلوه دي، الحاجات الدسمه، انا عارف. اه لسه ما خلصتش، لسه ما خلصتش. اه كريم شانتيه في النص، يجي قمر الدين اوبا يغذيها عينيا، وانا مخلص، انا بضيع وقت، انت عارف انا دايما امسك زمام الامور يعني. استاذ محمد حبيبي اه، قمر الدين يا ويلي يا ويلي، ازعل يا مانجا بقى، احنا في اخر الشهر. اه قمر الدين اه بيغرق كنافه. يا سلام لو حطيت شوية فانيليا على مهلبية قمر الدين، كده أنت في مصر. يا سلام لو حطيت شوية مية زهر، كده رحت على بلاد الشام. الله. آه. لسه لسه يجي وقت الصورة بس، أقول لك أنا، أقول لك أنا. أه. حلو، لسه ما خلصتش أنا أبين معالمها كده، وأديها جمال كده. أه أه أه، دلعها. أكثر اللون الحلو اللي بيفتح النفس ده. أه. ممكن خلصت؟ لسه لسه ما خلصتش، ما تستعجلوش عليا يا رجاله، الله يرضى عليكم. جاء لحظه الحسم. اه اللحظه اللي تجوع. اه 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 فوزدو يا مملح، ربنا يديك الصحه استاذ احمد عدويه. اه اه فوزدو مملح، اه الاغنيه الشعبيه، ملك الطرب الشعبي. اه حلو الكلام، خليه مكانه، والله مش ما ينفعش اشيله من مكانه ده خالص، خليه مكانه. معايا سلطه الزبادي بالخيار، اعملها وانهي الحلقه بتاعتك زي ما انت عايز. اه سلطه الزبادي بالخيار، مقاديرها على الشاشه سريعا كده. معانا زبادي وخيار، فص توم محترم زي الفل، وخيار اهوت زي الفل، ادي الزبادي معاهم، وادي الخيار مبشور. حلو الكلام، بنقلبهم مع بعض. عايزاهم بتوم مفيش مشكلة، تحط نعناع يابس، عشان طبعا احنا بنصلي دلوقتي والدنيا، والسلطة دي هناكلها على الفطار، فلو حطيتي توم زي ده كده تحط ايه؟ نعناع يابس، ده مهم جدا على فكرة. ونقلبهم مع بعض، وده عدل الأكلة بتاعتي اللي هي ايه يا عم الشيف؟ اه الفطاير، الفطاير الحلوة ديت اللي بالجبنة، نقدم معاها زبادي بالخيار، ممكن نحط للأمانة كمان شوية زيت زيتون كده زي الفل. وتعالوا نغرف الطبق الحلو ده كده. السلطه دي كمان على فكره في ايام الحر ما تخليناش نشرب ميه كتير. اه سلطه الزبادي بالخيار، نعم يا غالي. والله بص اقول لك على حاجه، انا بحب الخيار بالقشره بتاعته، اهم حاجه يتغسل. المخرج قال معلومه حلوه قوي، قال لك مش ممكن يا شيف مغازل نقشر الخيار، وارد، بس اذا الخيار خيار بلدي والقشره بتاعته لطيفه وحلوه، ليه ما نغسلهاش ونخليها ونحتفظ بيها تبقى لطيفه وزي الفل معانا؟ نخلي الطبق ده فين؟ هنا؟ اه حاضر، عينيا. حلقة النهاردة فيها شوية شغل، فيها إبداع، فيها توفير لوقتك، لأن وقتك مطلوب الأيام الأخيرة من الشهر الكريم، تظبطي الأمور في البيت وصلة الرحم، وتجهزي نفسك للعيد واستقبال حماتك والأسرة اللطيفة الجميلة وصلة الرحم وجبران الخاطر. عملنا شوية فطاير سريعا، عملنا داوود باشا، عملنا كنافة بقمر الدين وبتنافس المانجا في عز جمالها ودلعها، ومعانا كمان السلطة جميلة، وريحتك انك تلف ورق عنب، وجوزك كل اللي نفسه فيه ورق عنب بس يالنجي، بيسموه اخواننا السوريين يالنجي، يعني بياخد رز بدل البرغل، بس ادي الفرق، ولكن ده برضو يطلق عليه يالنجي بالبرغل. رؤية فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى. منين يا عم الشيف؟ حفظناها بقى بالله عليك من ماس بيرو.